السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم كاملين، واللي اول مره زار القناه ديالي تا هو مرحبا بكم والف مرحبا. وما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك البنات، تشجيع لي باش نعطيكم المزيد ان شاء الله. هذا الفيديو ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم الخياطه ديال العبايه اللي ديجا انا لحقت لكم في الصاله ديالها. غادي نشارك معكم الخياطه، واللي اول مره غزور القناه راه غنخلي لكم رابط الفصاله في اول تعليق ولا في صندوق الوصف غتلقاوه ان شاء الله. نبداو على بركه الله. غادي نشد البنات هنا، غادي ناخذ الدوفات يعني القطعات التحتانيين، القطعه كاينه الفوق وغناخذ التحتانيين اللي زدت فيهم انا 4 سنتيم. المهم غادي ناخذ القطعه التحتانيه والقطعات التحتانيين، غناخذ الجهه الفوقانيه، كاينه الجهه الجدال التحت والجهه الفوقانيه، غنردوا البال للوجه، ها هو الوجه هو الداخل هو اللي غنطوي عليه، يعني الوجه غنطوي عليه الداخل بحال ما هكا الوسط. بنات ها انتما كيفما كتشوفوا طويتو على جوج، وغادي نجي هنا انا كنت خليت 4 سنتيم، ملي كنت كنطراسي خليت 4 سنتيم هنا، يعني ملي قسمت على جوج غتعطيني اللي بغيت ندخل في هذوك 4 سنتيم وتعطيني 2 سنتيم، حيت انا ملي طراسيت كانت بحال ما هكا على واحد، هاد الصفحه هاد التوب هذا كان على واحد، يعني كانوا جوج، انا هذه جهه وحده كنت خليت 4 سنتيم هنايا، هذيك 4 سنتيم ملي غنطوي بحال ما هكا ونبغي نحيدها يعني خاصني نحيد 2 سنتيم، 2 سنتيم هنا. هاد 2 سنتيم البنات حيت 2 سنتيم كاين هنا و 2 سنتيم كاين هنا، هي 4 سنتيم. غادي نجيب غندير واحد لاريط، غندير لاريطمون فاوعين واحد سنتيم، غير واحد لاريطمون صغيره هنايا، هاد البلاصه هي اللي محلوله بحال ما هكا، غندير واحد لاريطمون صغيره فيها جهه سنتيم بحال ما هكا البنات صافي. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نحلوها بحال ما هكا، وغادي يعني غادي نسرحوها، غنسرحو هاد التنية هادي الاثنين غنسرحوها بحال ما هكا. هاد البلاصة لي غنسرحو البنات خاصها يكون نفس لي فهاد، نفس لي غنخلي فهاد القنت غنخلي فهاد القنت، تجي قادة صافي. ونفيكسي ندير لها واحد لاريطمو باش تفيكسي. بحال ما هكا البنات غنمشي للجهه الثانيه، حتى هي نفس الطريقه غادي نخدمها، ندير عليه لاريطمو نفس الطريقه البنات كيف ما درت الاولى غادي ندير الثاني صافي. من بعد ملي غنخدمو بحال ما هكا غادي ناخذ القطعه الاولى بحال ما هكا غادي نحطها، وهذه اللي غادي تجي الفوق البنات، يعني هاد البلاصه هي اللي غتجي الفوق، ماشي هذه هي اللي غتجي الفوق، ماشي هنا، هنا غنحطو بحال ما هكا، وغادي نجيب القطعه الفوقانيه غادي نحطها مقاده بحال انها مخدومه، نشوف واش الوجه خاصها تكون محطوطه مقاده، بحال دابا مثلا انا حطيت هذا بحال ما هكا، خاصني نشوف واش هذا هو الوجه وهذا تا هو الوجه، وحيت ما ربما تقدر تخالف لكم البنات ديروا هاد، ديروا مثلا بحال دابا انا حطيت هاد القطعه راه تقدر حتى هي تركب ليا ها نتوما، حيت هو الوجه ديالو في شكل، ولكن حطوا بحال ما هكا مقاد انها القطعه، وشوفوا واش الوجه مع الوجه. المهم بالنسبه ليا دابا هذا ماشي هو الوجه، شوف كيف ما كتشوفوا هنا كيبان هذا مغموق على هذا، يعني هذه هي القطعه اللي خاصها تركب ماشي هذه التحتانيه صافي. كنحطها بحال ما هكا مقاده وكنقلبها بحال ما هكا صافي، وكنلاقيهم من هنا على بعضياتهم، هنا راه الوجه كيشوف على في الوجه بحال ما هكا البنات كيجيو صافي. غادي نمشي بنفس الطريقه غادي نخدم الجهه الثانيه البنات، ملي كنبغيو نخدموا البنات ما كندخلوش بزاف في هاد الخياطه هنا، ما كندخلوش يعني غير على عبار ديال الصباط. بحال ما هكا هانتوما كيفاش شفتوا كيفاش جا، غادي ناخذ عاوتاني الضوفه ديالي بحال ما هكا،
وغنطلع السورجي الجهه الفوقانيه، ماشي جيت فين كاينه الثنيه، الجهه الفوقانيه بحال ما هكا. وغادي نركب هذا الدونتيل، خاصني نقلبو على الوجه. الدونتيل البنات من الاحسن يكون اللون في اللون، ولا حتى انا هاد انا ما لقيتش اللون في اللون، هذا راه شويه مختلفين واحد شويه يعني بحال الديغرادي ديالو. المهم ماشي اللون في اللون، ولكن ما لقيتش. المهم اللي لقيتو اللون في اللون كيكون حسن، كتبغاتي تبدلوا اللون كل واحد وذوقوا. المهم راه اللون في اللون كيكون حسن بالنسبه لهذا الموديل، هذا اللون في اللون كيكون حسن. صافي غادي نركب هذه، غادي نركب هذه هنايا، ولكن السورجي البنات هانتوما هاد الخياطه هذه ديال السورجي تكون طايحه الفوق، يعني في الجهه الفوقانيه، في القطعه الفوقانيه هي فين غنطيح السورجي بحال ما. البنات كيفاش جات بنفس الطريقه البنات، غنخدم الجهه الثانيه ونرجع لكم. من بعد البنات من لصقت درت هذا الدونتيل هذا بحال ما هكا، غادي ناخذ الضوفه عاوتاني. صافي غادي نركب ليها السنسله، بدلت البنات الصباط ديال السنسله، وغادي ناخذ الضوفه ديالي السنسله. ديما ملي كتبغي تركب البنات كنبداو الجهه اللي من التحت، الجهه خديت انا شفت هذيك الجهه، بالنسبه لهاد الجهه غنبدا السلسله من التحت، نشوفوا اين الجهه اللي غنبداوها من التحت. غادي نخلي واحد العبار هنا لتحت، اي واحد تكفيفه صغيره، ماشي هنا يعني بلاصه التكفيفه هي هذه، واحد 7 سنتيمتر التكفيفه، وغنخلي غير واحد العبار صغير، يعني غير واحد الفتحه صغيره لتحت، اولا اللي ما بغا ما يخليهاش كاع راه كي ما كيخليهاش. صافي انتما كما شفتوا انا راح تنيت بلاصه التكفيفه، عاد خليت واحد 5 سنتيم، وغنبدا السلسله ديالي بحال ما هكا. بالنسبه للسلسله البنات رانا حاطه الوجه على الوجه، حاطه الوجه هو هذا التحتاني ديال السلسله، وهذا هو القفه، كنحطو بحال ما هكا مقاد وكنخدمو. صافي كنبقى غادا البنات بهذه الطريقه. شوفوا البنات انا كنجر من اللور على حساب باش الماكينه عندي باش ما تجر ليا لا لتحت لا للفوق، يمشيو بجوج مع بعضياتهم. المهم على حساب كل ماكينه وكيفاش الخدمه ديالها. بحال ما هكا نشوفوا كيفاش ركبت السلسله. ودابا غادي ناخذ الجهه الثانيه، هاد الجهه الثانيه. دابا الجهه الثانيه هي اللي غنبداها من الفوق لتحت، غناخذ هاد الجهه من الفوق وغادي نحطها بحال ما هكا. الوجه ديال السلسله كيشوف الوجه ديال هنا، وهنا كنحط السلسله بحال ما هكا، وكنشوفوا هاد البلاصه تكونوا مقادين، يعني البلاصه ديال الخياطه هنا يكونوا مقادين باش ما يجيوش فيها الديكالاج. كنبيكي البرا وكندير الركبه صافي، وكندير بنفس الطريقه كنخدمها، كنمشي لهادو بعدا كاين هما هاد البلاصه هنا التلاقيات، كل تلاقيه نقادها مع التلاقيه باش ما يجيش فيهم الديكالاج. قبل ما نخدم فوق منهم البنات كنعاود نتاكد، كنشدهم بحال ما هكا وكنشوف من التحت بحال ما كنطلع عليها واش مقادين ولا لا. حتى كيكونوا مقادين مع بعضياتهم، شتي كيفاش طليت عليها من هنا كنشوفهم مقادين، وانا ايديا شاده الخياطه من هنا. صافي كنكمل الخياطه ديالي. صافي هنايا البنات كنمشي للاخر، هنايا
كنشد نفس العبار اللي خليت لتحت بحال ما هكا، كندير القياس ديالو هكذا، كنشدو بحال ما هكا نفس العبار اللي خليت من هنا، نخلي من هنا نشد هنا صافي، وكنتيري يدي هكا ونخدم السلسله ديالي بحال هكا صافي، كنكمل الخدمه. المهم انا كنت كتشدوا لتحت عاد كتكملوا الخياطه ديالكم. هادنا كمل بنفس الطريقه بحال هكا، السلسله ديالي متاكد من السلسله بانها راكم مزيان، هزه بحال ما هكا ونشوفها بانها طايحه مزيان. هانتوما كيف ما شفتوا هاي طايحه مزيان بحال ما هكا، ما مشربه ما حتى شي حاجه صافي. دابا عاد غادي نقطع، ملي نبغي نقطع البنات غنهبط السلسله غير شويه غير شويه، ونخلي العبار ديالي بحال ما هكا. عاد نقطع ومن هنا خاصني نقطع السلسله مقاده شدنات. من بعد دابا اش غندير، ناخذ الدبلورات اللي ديال الامام الدبلور ديال الامام غنحط الوجه على الوجه، والسلسله ديالي ما غاديش نحطها كيف ما هي محطوطه بحال ما هكا، غادي نسرحها بحال ما هكا وغادي نحط عليها الدبلور من هنا من الفوق لجهه الكتف لهنا، وانا باقا دايره الصباط ديال السلسله البنات. غير كنصل البلاصه ديال السلسله، تقدر ندير لا ريتم ولكن عيب شويه البنات باش ما تهرش ليكم البره، ودوروا عليها يعني دوري كملي الخياطه ديالك هنايا. هانتوما البنات يعني هاد الدوبلور هو اللي غادي فيني ليا البياسه. من بعد غادي ناخذ الجهه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه غادي نخدمها، غنحط الدبلور ديالي بحال ما هكا وغنخدمه. دابا غنقلب البياسه، غتكون ايكون الدبلور هو اللي لتحت والبياسه هي اللي الفوق. صافي هانتوما البنات يعني خرجوا بجوج، دابا غادي نسد السلسله باش نتاكد منهم واش مقادين، باش لما كانت شي جهه قصيره نعاود ندخل فيها من الجهه الاخرى. هانتوما البنات هانتوما كيف ما تشوفوا راه قد قد هنا البنات، واقيلا عندي هذه شويه كبيره غندخل فيها، يعني تلقاو شي وحده كبيره جيو ليها عاوتاني ونقصوا منها شويه في الخياطه، يعني ندخل انا شويه هنا في الخياطه باش يوليوني قد قد. صافي بحال ما كان غراتي شويه هادشي باش ما يبقاش الغلط ليا بزاف. صافي البنات من بعد انا حليت السلسله، خليت كل جهه بوحده. هنا غادي نطوي سنتيم هنا لتحت وغادي نبدا، اما البنات دوزوا صراحه غادي ندوزو هو الاول، غندوز واحد سنتيم ديال الخياطه هنا، غندوز واحد سنتيم ديال الخياطه هنايا على حساب السلسله، وفي نفس الوقت الثوب كنهبطو بحال ما هكا، ما نخليش مغلب ليا السلسله باش السلسله تطلع وتنزل على خاطرها.
كنجي هنا ملي كنوصل البنات هنا في هذا القنت الدوبلور حتى هو التحتاني ما نخليش مغلب، كنجرهم بجوجهم بحال ما كنجر هذا ندفع هذا وندفع هذا حتى هو الفوق، حيت الا بقى مغلب ليا شويه على السلسله ما يخليش ليا السلسله تطلع وتنزل. بحال ما كنوصلت لهاد القنت تاع السلسله هنا وكندور مع العنق ديالي، بنفس الطريقه البنات غنخدم الجهه الثانيه. من بعد البنات غادي نركب الدونطي حتى في هذه الجهه حتى هي يعني في الدوره ديال العنق ونهبطها مع السلسله صافي. كنجيبوا هاد الدونطي هذا بحال ما هكا، كنجيبوا الدوره ديالنا ديال العنق ملي كنبغوا البنات اي بلاصه دوره كنبغوا نخدموا فيها شي دونطي ولا سيف ولا داك كنحطوه، بعدا كنحطوا الدوره باش هاد البلاصه هذه هي اللي تكون مسرحه هاد الدوره هذه، اما هادشي اللي هنا خاصو كله يتشرب. بحال ما هكا كنحطوا هنا مقاد وهنا كنبداو نشربوا فيه بشويه بشويه، كندفعوه بشويه بشويه. المهم هاد الدوره عندنا هي اللي خاصها تكون مرتاحه تكون محطوطه، كنبقى غادا وانا كنحاول ندور العنق ديالي كيف ما هو داير. كنوصل البنات لهاد القنت، ملي كنوصل لهاد القنت هنا كنوصل الخدمه ديالي حتى للقنت حتى للقنت، عاد كنبيكي البرا كندور بحال ما هكا السلسله وكندور، كنجيب هذا بحال ما هكا كنعوجو بحال ما هكا يعني هادي كندورها وكندور حتى ملي كنكون راجع عاد هذا كنتنيه. هانتوما البنات من بعد رانا كملت لتحت وبديت درت الخياطه الثانيه، من هنا درت الخياطه الثانيه قبل ما نوصل للفوق غادي نوريكم كيفاش تنيو. ملي تبغوا تنيو البنات توصلوا لهنا كنحط الكول ديالي داير بحال ما هكا مقاد كيف ما هو، كنشوف هاد التنيه فين كاينه يعني التنيه هذاك الشيء اللي بقى متني ليا مداير ليا بحال ما هكا راه هو اللي غنتني بحال ما هكا. ها هو التنيه بحال ما هكا وهو راه مرتاح، الدوره ديالي كيف ما وريتكم هنا كيكون مرتاح وهنا هذاك الشيء اللي كاين كنبقاو ندخلوا فيه بشويه نشربوا فيه بشويه بشويه باش تجي الدوره مزيانه. وبحال هكا صافي تبع هذا كنكمل الخياطه ديالي نوصل لهذيك الفي ديك التنيه كندير لها بحال ما هكا ورجع نفيكسيها هنا ورجع الدوره ديالي بحال ما هكا صافي وكنكمل هاد الدوره هذه. هانتوما البنات من بعد الجهه الثانيه صافي حتى ركبت الجهات سديت السلسله وعاد غنبدا خدام الجهه الثانيه بحال ما هكا نلصقها بنفس الطريقه. شتي هاد الدونتيل قريب للسلسله ماشي فوق منه ولكن قريب ليه، نبقى غادا البنات خدامه بنفس الطريقه. ومني غنوصل هنا للقنت يعني هنا لهاد القنت علاش انا سديتها البنات باش يجيوني بحال فحال فين نفس فين هنا فين بيكيه البرا هنا خاصني ندور هنا ونفس هاد التنيه هادي اللي تنيت انا هنا تنيتها لتحت خاصها تجي نفس التنيه هنا يعني بنفس الطريقه باش خدمت هذا. غير يعني هو مني كنخدموها هنا مني كنوصلوا هنا خاصنا نردوا البال يكونوا قد من هنا ونفس التنيه هنا هنا تنيتها لتحت حتى هذه غتنيها لتحت، هذه كانت متنيه الفوق حتى هذه غتنى الفوق صافي نكملها ونرجع لكم البنات. من بعد البنات كناخذوا الكمين وكناخذوهم بحيث انا ديجا كنت متراسيه العبار ديال التكفيفه ديال الكم يعني درت التكفيفه خليت العبار كبير غادي نطوي بحال ما هكا غندير تكفيفه كبيره
عبارة تكيفة راه ديجك تقيلها لكم. انا دايره درت فيه 7 سنتيم اللي خليت، غنتني هنا عير واحد شويه باش ما يجيش اللي بغى يدير عير السوجي بحال ما هكا ويكفف، راه ماشي مشكل. عير انا باش ما يبقاش يبان داك السوجي غنتني هكا شويه غير شويه ونكفف عليه. من بعد غادي ندورها هنا على الوجه وغادي نركب الطونطيل حتى هو رد البال لذات الوجه، يعني بالنسبه لهاد الفرنجه ردوا ليها البال الوجه بحال هكا. غتحطوها فوق من هاد الخياطه هادي اللي كانت هنا، غتحطوها بحال هكا. ديك الساعه نتوما حرين، بغيتو تخليو هاد لي سباس كله يبان، ديروا هاد الخياطه هنا غديروا بحال هكا، بغيتو ديروها الوسط ديروا. المهم نتوما ديك الساعه العبار اللي بغيتو غادي ديروا بحال هكا. بحال هكا البنات وكنقطع صافي. نخدم لكم التوت بنفس الطريقه نخدمه صافي البنات. ملي كملت لكم هي بجوج غادي نصافي، غادي نمونطي البياسه نركب الدوبلور، يعني بنفس الطريقه باش كندير الدوبلور بيجامات غادي ندير ليه الدوبلور. الدوبلور خاصو يتكرانا نضرب بالمقص حتى لحد الخياطة. غير تلحد الخياطة البنات، ماشي منضربوش الخياطة صافي. من بعد نلاقي بحال هكا الضوفة مع الظهر، يعني بنفس الطريقة. نحاولوا البنات قبل ما تلاقيو ديما عبروا بحال هكا الجهة ديالكم بحال هكا بجوج، وقادوا لكان شي ديكالاج ولا شي حاجة مديكالين قادوا بالمقص باش يجيو مقادين. عادة ديروا الوجه مع الوجه بحال هكا، نبدا من الكتف هنا البنات. اشنو يعني كل واحد الطريقه ديالو في الملاقيه البنات. كاين اللي كيلاقي الكتفين عاد كيركب هادي، انا كنركب الدوبلور هو الاول عاد كنخدم بحال ما هكا، يعني باش كنخدمها كنخدم كنركب كندير بحال ما هكا، يعني الوجه مع الوجه كنلاقي بحال ما هكا. كنبدا من هنا كنجيب هاد القنت هذا ديال هادي ما بين هاد جوج خياطات بحال ما هكا، وكنقلب عليهم الدوبلور هكا كنشد كنجيب الخياطه ديالي صافي. هانتوما من بعد ملي كنقلب البنات هانتوما، حيت ملي كندير هاد القنت مع هاد مع التلاقيه كنخشيها في التلاقيه كتجي ميته بحال ما هكا كما كنقولوا ميته، كيجيو ميتين مع بعضياتهم بحال هكا صافي. بنفس الطريقه كنجي هاد القنت هادي حتى هي، يعني هاد التلاقيه ديال الدوبلور مع الظهر كنجيب هاد القنت هذا كنخشيه ما بين التلاقيات، يعني ما بين التلاقيات كنخشيه مزيان ما نخليش الفرق بيناتهم، ونقلب عليهم هذا يعني هاد الدوبلور هذا نقلبو عليهم حتى هو كيتولي الضوفة مخشيه ما بين الدوبلور والظهر صافي. وكنكمل بلاقيه ديالي كمان بحال ما هكا البنات. كنعاود ندوز الخياطه من هنا وكنجيب عاوتاني كنقلب هادي اللي بقات بحال ما هكا، يعني الدوبلور كيبقى بحال ما هكا غندوز عليه كنحط بحال ما هكا مقاد وكندوز عليه هاد الخياطه من هنا شوف بحال ما هكا كتجي وكتجي الخدمه طايحه، يعني ما فيهش تكماش ما حتى شي حاجه.
صافا البنات كنركب الكميم عادي يعني صافي يعني بالنسبه بلا ما نكمل هذا الطلاقي ديال الكميم نركب الكميم ونلاقيها من جناب وندير التكفيفه ونتلاقى مع الشكل النهائي ان شاء الله. البنات ها هو الشكل النهائي البنات من بعد ما كملتها. نتمنى من الله تعجبكم. هانتوما البنات كيفاش جات، شوفوا البليات اللي كيفاش جاو. انا دخلت عدوسي في هذا الفيديو قلت ليها والو تقيسيها باش تشوفوها ملبوسه، مبغيتش نديرها في الما في المانكار، و لبستها انا غادي تجيك اجيني واسعه ما غاديش قدي. هذاك الشيء علاش قلت ليها لبسيها، قلت لها والو غادي تلبسيها. هانتوما البنات كيفاش جا الكول ديالها من هنا. هانتوما كيف ما شفتوها من التحت البنات. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش ملي لايك البنات، ولا اول مره غيزور القناه ديالي ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وهنا البنات نقول لكم بسلام عليكم الى موديل اخر وشكل اخر ان شاء الله. البنات نقطه مهمه نسيتها ما قلتهاش لكم قبل ما تكفوها، حاولوا تقادوا حيت غتلقاو الضفر ونقصت شويه على الظهر، قادوهم غير عاد كفوا. المهم سمحوا لي نسيت هذه النقطه، ولكن المهم انا عاود قلتها لكم. يلا بسلام عليكم.